مساء النور والهنا على أحلى جمهورنا. لما بيبتدي يظهر لك أعداء أكتر من اللي أنت متعود عليهم وأنت مش بتضر حد، ده معنى إنك في طريق النجاح. استمر في اللي أنت بتبدأه. علشان تبدأ حاجة جديدة، أول خطوة هي إنك تلغي الخوف من قاموسك. واعلموا أنه ما من عبد مسلم أكثر من الصلاة على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام إلا ونور الله قلبه وغفر ذنبه وشرح صدره ويسر أمره. ولا تنسوا قيام الليل يا حبيبي. وعايزة أقول لكم إنكم وحشتوني جدا 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 من قصتنا اللي فاتت، وجاي لكم النهاردة بقصة جامدة جدا اسمها البريء والوحش. تعالوا بينا ناخد 10 حسنات ونصلي على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. وما تنسوش تدعموني باللايك والكومنت الحلو، ويلا بسرعة بسرعة نشوف ايه اللي حصل في قصتنا النهاردة. بتنط من على سور البيت وهي بتجري بسرعة بفستان الفرح لحد ما بعدت عن القرية كلها، ولسه مكملة جري خوف من ان حد يكون بيلحقها. وقفت عند قصر قديم، دخلت من البوابة، جريت على باب القصر ودخلت منه. قعدت ورا الباب وهي بتعيط وبتفكر فلاش باك، واقفة رندا بفستان الفرح قدام المراية ودموعها بتنزل غصب عنها. بيدخل من الباب بابتسامته المستفزة وبيتكلم، ممكن تسيبونا لوحدنا شوية بنات؟ خرجوا البنات، وقف وراهم كريم ببدلته الأنيقة بيقرب منها وبيهمس في ودنها. وأخيرا هتبقي ملك الليلة، وأنا قلت لك لما بحط عيني على حاجة باخدها برضاقي أو غصب عنك. أنت ممكن تتجوزني وتمتلكني فعلا، بس خليك متأكد إن قلبي مستحيل يكون ملكك. طب امسح دموعك يا قطة، لأحسن المعازيم يشكوا في حاجة. سابها وخرج من الأوضة وقفل الباب وراه. رندا بتمسح دموعها وقفلت الباب بالمفتاح، بصت من الشباك، حاولت تنزل من الشباك لأنه كان دور أرضي، كان سهل شوية كما هي كانت بتعتقد، لكن كان صعب بفستان الفرح. نزلت من الشباك بصعوبة، حاولت تتسلق سور الحديقة بصعوبة لأنه كان عالي جدا بالنسبة لها، لأنها قصيرة يعني شوية. نزلت من السور وجريت بخوف ورعب من أن يكتشف كريم هروبها. بتفوق من ذكرياتها بفزع على خيال طويل بيقف قدامها بغضب مربع ايده، مش شايفة ملامحه لان الانوار كانت مطفية. بيتكلم، انت ازاي تدخلي هنا؟ رندا وقفت واتكلمت بخوف، انا والله. انت ايه؟ انت اكيد مش من اهل البلد، لانك لو منهم مستحيل تدخل القصر. وبعدين ايه فستان الفرح ده؟ انت جاية من انهي مصيبة؟ انا مش من هنا، وانا اسفة بجد، انا دخلت بسرعة، اصلي يعني خفت يكون حد ورايا. انتي بتقولي ايه يا بت؟ انا مش فاهم منك حاجة. وبيقطع كلامهم صوت راجل كبير بالسن، ممكن تقعدها يا يزن تاخد نفسها وتحكي لك بالراحة، مش شايف شكلها عامل ازاي؟ زي ما تحبي يا عم محمد. دخل يزن في الصالة الكبيرة، دخلت رندا وعم محمد وراه، وبيبص وراه يزن ليتجاهلها. اقعدي يا بنتي، اتفضلي اشربي مية. قعد يزن ورندا وعم محمد. يزن قال، قعدتي وشربت مية وارتحتي، ممكن بقى تتفضلي حضرتك تفهميني ايه الحكاية؟ انا اسمي رندا، النهاردة كان المفروض فرحي. واضح جدا من فستان، كملي. وانا هربت من الفرح، ابن عمي كان هيتجوزنا غصب عني علشان الميراث، وانا والله مش بحبه، وقلت له قبل كده وهو مصمم يتجوزنا غصب عني. بعدت عن المنطقة اللي جنبكم هنا ولقيت القصر قدامي، دخلت بسرعة قبل ما حد يشوفني. واضح انها صدقة يا زين يا ابني، خليها تبات هنا للصبح، والصباح رباح ونشوف هتعمل ايه. خلاص جهز لها اوضة تبات فيها لحد بكرة، ولو طلع كلامك مش صح هتشوفي من اللي عمرك ما شفتيه. وبيطلع اوضته ورندا بتبص القصر بخوف، ما تخافيش يا بنتي، هو طيب وحنين، بس الظروف اللي خلته كده. قومي وتعالي معايا طلعك الاوضة. قامت رندا وطلعت الاوضة وبتتكلم، متشكرة جدا يا عم محمد على وقفتك. لا شكرا على ايه يا بنتي، انا معتبرك زي بنتي، خدي الهدوم دي من عند بنت خديجة، خديهم وغيري الفستان بتاعك ونامي وبكرة نتكلم. خرج عم محمد ورندا قفلت الباب كويس وغيرت الفستان ونامت على السرير وهي بتفكر في مستقبلها اللي ما عادش شايفة منه ملامح. يا رب ساعدني ساعدني يا رب، انا مليش غيرك في الدنيا، ابويا وامي عندك وانا هنا وسط وحوش. يا رب نجيني من عمي وابنه، يا رب اخرجني من مصيبتي.
وفي مكان تاني في بيت حسن الصياد عم رائف، وواقف كريم وفي ايده مسدس وبيتكلم بغضب: وربي ما هسيبك بيك يا رندا، ولو لقيتك هقتلك. انت اتجننت؟ تقتل مين؟ انت عاوز تجيب لي مصيبة، بدل ما تقتلها روح دور عليها ورجعها واكتب عليها زي ما اتفقنا. صباح مرات حسن قالت: البنت دي لازم تتقدم، ازاي تهرب من البيت يوم فرحها وتفضحنا قدام الناس كلها؟ اصبروا بس لما ترجع، انا هعلمها الادب على اللي حصل ده. وتاني يوم في القصر، رندا صحيت الصبح لانها اصلا ما عرفتش تنام من كتر التفكير، فتحت بلكونة القصر ووقفت فيها يزن كان معدي من جنب اوضتها، ولقى نور طالع بيفتح الباب بعصبية وبيدخل البلكونة وبيشدها من دراعها بيدخلها الأوضة غصب عنها وبيقفل البلكونة. ايه اللي حصل؟ انت بتعملني كده ليه؟ مين أذن لك تفتحي البلكونة؟ مش في سكان في القصر وبتتصرفي على كيفك؟ عندك حق، أنا مش منكم وأسفة إني اتصرفت بعفوية زيادة. أنا متشكرة لحضرتك لأنك سمحت لي أبت عندك في القصر بتاعك. وبتخرج من الأوضة وبتنزل على السلم بعياط، ويقابلها عم محمد وبيتكلم: ملك يا رندا، بتعيطي في إيه؟ معلش يا عم محمد، أنا متشكرة لحضرتك على اللي عملته معايا، بس أنا لازم أمشي دلوقتي، انتوا كتر خيركم لحد كده. طب انت هتروحي فين دلوقتي؟ انت هربانه من عمك وابنه، اكيد بيدوروا عليكي. هروح في اي حته مش هتفرق. طب واللي يساعدك في مشكلتك مين يا عم محمد؟ مين اللي هيحط نفسه في مشكله ملهوش ذنب فيها؟ يزن يا بنتي، يزن بيساعد اي حد. لا 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 يا عم محمد، انا مش عايز ادخل يزن بيه في موضوعي، انا لازم امشي. وبتخرج، كان يزن واقف على السلم وبيسمع لكلامهم. يزن نزل على السلم هو بيتكلم: تقصد ايه بكلامك ده يا عم محمد؟ انت قلبك طيب يا ابني وبتساعد اي حد من غير ما يعرف، ودي ربنا بعتها لك لحد عندك، بنت يتيمة والدنيا جاية عليها، وكمان عمها عايز ياكل مال اليتيم وانت لازم تساعدها. هما لو لقوها اكيد هيحبسوها في البيت، وابن عمها هيتجوزها، وبكده مرسها هيفضل معاهم. وانا اقدر اساعدها ازاي في كل ده؟ تتجوزها. انت يا عم محمد اللي بتقول كده، قولي سبت ايه للناس اللي بره ده؟ انت الوحيد اللي عشت معاه كل السنين دي، وعارف اني ما بكرهش قد صنف الستات في حياتي، وانا علشان كده بطلب منك تتجوزها علشان تساعدها، بس مش جواز زي ما انت فاهم. فهمنا اكتر. اسمعني يا ابني، انت هتتجوزها على الورق وبس، وهتجيب لها حقها من مراس والدها، وهيفضل معاك لحد ما تتم 21، وبعدين لما كل حاجة تبقى باسمها وملكها تقدر تطلقها وتكسب فيها ثواب بمساعدتك لها. انا عارف ان قلبك طيب وهتساعدها. ها قلت ايه؟ سيبني افكر. لا يا ابني، تفكر ايه؟ انت لازم ترد عليا دلوقتي علشان الحق المسكينه اللي مشيت قبل ما حد يعرفها في المنطقه هنا. تمام، روحتها. خرج عم محمد بسرعه من القصر وفضل يبص في كل حته داخل المنطقه علشان يلاقي رندا. رندا كانت ماشيه في مكان عباره عن سوق شعبي، كانت مغطيه وشها، لقت حد بيمسكها من ايدها بشدة. اطمنت ان لقيته عم محمد اللي كان بيكلمها وبيهديها: اهدي يا بنتي، دنا تعالي معايا بالراحة، هنرجع على القصر. ازاي؟ انا مش هرجع لك تاني، تعالي بس لما نرجع نتكلم. رندا رجعت معاه ودخلوا القصر مرة تانية. كان يزن قاعد في الصالة الكبيرة بتفرج على التلفزيون. قلت لها على اتفاقنا؟ لسه هقول لها. هي ايه الحكاية؟ بصي يا بنتي، انت من يوم ما جيتي هنا وانا بعتبرك زي بنت خديجه، عاوز اساعدك في مشكلتك دي. ازاي تقدر تساعدني؟ انا كده هعمل لكم مشاكل بوجودي هنا. انا اتفقت انا ويزن على انكم تتجوزوا. ازاي انا مستحيل اقبل بكده. ليه؟ علشان شكلي مش قد كده. وقال ايه يعني؟ انا اللي هموت واتجوزك، انا بكرهكم كلكم ومستحيل اتجوزك انت ولا اي واحده تانية، انت فاهمه؟ والوقت يا عم محمد تقدر تلغي الفكرة من دماغك خالص. وسابهم وبيطلع أوضته. عم محمد قال: ليه كده يا بنتي؟ ليه بتقلب عليه المواجع؟ أنا مش فاهمة حاجة يا بنتي. هو حصل له حادثة زمان بسبب مرات أبوه، والنتيجة منها كانت إن نصه أصبح مشوه، ومن بعدها وهو كره صنف الستات كله، وأنا بالعافية قدرت أقنعه إنكم تتجوزوا على الورق علشان يقدر يساعدك ويرجع لك حقك، وأنا كده بوظت الدنيا صح؟ أكيد لأ. خلاص انا هروح له واعتذرله، تبقي موافقه على الجواز؟ تعالي يا بنت نروح له ونصلح الدنيا تاني. وفي اوضه يزن قاعد على السرير وحاطط راسه بين ايدي ومغمض عيني بيفكر في الحادث القديم فلاش باك، وهو شايف والده نايم على سرير تعبان، ومرات ابوه بتدخل وتخرج مع واحد غريب.
وبيسمعها وهي بتتكلم مع واحد داخل القصر. هي بيبي، عملتي ايه في اللي قلت لك عليه؟ فاضل بس تسجيل العقود في الشهر العقاري ونسافر احنا من هنا. برافو عليك، انت كده تعجبني. نفسي يجي اليوم ده بسرعة وامشي من القصر الزفت ده ومن وش الراجل العجوز هو وابنه، واخد الفلوس والشركة كلها واسافر. وانا يا حبيبتي ماليش في الحب جانب ولا ايه؟ ده انت الحب كله يا قلبي. بينصدم عثمان ساعة ما شاف يزن واقف على باب الأوضة وهو بيسمع كلامهم. بيجري يزن على أوضة والده علشان يقول له بمخطط مراته. منال قالت الحق الحق يا عثمان، الولا هيفضحنا، امسكه بسرعة قبل ما يتكلم. جرى الراجل ومنال ورا يزن، دخل أوضة كان والده مصاب بالشلل الكلي ومش عارف يتحرك نهائي. اتكلم يزن بسرعة، بابا الحق يا بابا، دول هياخدوا الشركة بتاعتك ويهربوا. مسك عثمان من ايده وشده خرجه بره الأوضة. يزن بيصرخ يا بابا الحقني يا بابا، اخرس خالص، انت اللي دخلت نفسك في النار. والد يزن مات في نفس الوقت ساعة ما عرف مصايب مراته. ومنال وعثمان قاموا بربط يزن على الكرسي في أوضة قديمة خارج القصر. اتكلم عثمان، احنا لازم نسافر النهاردة اكيد، بس لازم نخلص من الولد ده قبل ما نسافر. كان ممكن ناخد القصر ده قبل ما الولد الغبي ده يسمعنا. دلوقتي لما تحصل حريقة في الأوضة هنا والحكومة تكتشف ان في حد يعمل كده هيشكوا فينا اول ناس، علشان كده احنا لازم نسافر، وكفاية الشركة اتباعت، ونحول فلوسها على فرنسا. وبعد كام ساعة سافرت منال ومعها عثمان، وكانت الناس بتلف حوالين القصر بيصرخوا لإطفاء الحريق اللي كانت في الأوضة. بعد ما اتطفت الحريق اكتشفت الناس بإن مالك القصر مات وابنه في العناية المركزة بين الحياة والموت. نرجع باك، بيفوق يزن من ذكرياته على صوت خبط الباب. بيقوم ويفتح الباب، بيلاقي عم محمد واقف ووراه رندا. أعتقد إن كلامنا خلص تحت يا عم محمد. لو سمحت يا يزن اسمعها يا ابني، وبعدين انت مش هتخسر حاجة، ده جواز على الورق. انا بجد اسفة، بجد اسفة ان انا اتسرعت ورفضت من قبل ما اعرف ان غرضك تساعدني، ما كانش قصدي اللي انت فهمته. والله افهم من كده انك رجعتي في كلامك ووافقتي. ايوه، يبقى خلاص عرفها يا عم محمد على قواعد العيشة معنا في القصر، علشان مش عايز حاجة تتغير في النظام وخصوصا البلكونات. انا هتجوزها كمساعدة مش اكتر. حاضر يا ابني، تعالي يا رندا انا هبعتك بالمأذون. رندا مشيت معاه وتتكلم، هي ايه قواعد القصر وايه علاقة البلكونات؟ انت علشان تفضلي هنا زي ما اتفقنا لازم تعملي زي ما بقولك، ما تخرجش الحديقة بره نهائي، حتى البلكونات ما تخرجش فيها، والاكل هنا بمواعيد، لازم تكون على السفرة في الميعاد، وما تسألش على حاجة ما تخصكيش. هو ايه ده يا عم محمد، هو سجن ولا ايه؟ صدقيني هي زن بيحب النظام جدا وبيكره حد يكسر القواعد بتاعته، ولو عملت زي ما بقولك هتعيش معانا الفترة دي مبسوطة. إلا قولي يا عم محمد، هي فين بنتك خديجة دي؟ في البيت اللي برا القصر، أنا هبعتها لك على أوضتك وتجيب لك شوية لبس معاها علشان كاتب الكتاب. دخلت رندا أوضتها وقعدت على السرير بتفكر، هل ده صح ولا هي هتندم على الخطوة دي؟ دخل من باب القصر بابتسامة وبيتكلم، أغيب يومين وارجع لقيك بتتجوز. ادخل يا خفيف، مش زي ما انت فاهم، انت شفتني يا يزن اتجوزت واتدبست تقوم تعمل فيا كده؟ نعم، مين ده اللي اتدبس يا سي طارق؟ حد قال اتدبس؟ انت اللي قلت يا يزن، انا ما قلتش. ماشي يا طارق، البس بقى يا معلم وصالح. احسن لك ارجع في قرار الجواز ده، ابسط مثال قدامك اهو. فين بقى العروسة يا يزن؟ نادي الخديجة هتطلعك. طلعت مريم وخديجة الرندة. طارق قال انا مش فاهم حاجة، من يوم وليلة عايز تتجوز؟ يزن حكى له الحقيقة عن جوازهم. طارق قال اه كده انا فهمت، ما هو مش معقول يزن اللي عرفه يتجوز كده عادي. وبعد شوية يزن طلع وخبط على أوضة رندا، فتحت مرام بابتسامة، ادخل يا عريس. دخل يزن الأوضة وخرجت مرام وخديجة وقفلت الباب. رندا قاعدة على الكرسي ولابسة فستان نبيتي، أول ما شافت يزن دموعها نزلت. يزن بغضب، انت بتعيطي ليه؟ ما تخافيش انا مش هبقى جوزك زي ما انت فاهمه. انت ليه دايما بتاخد كل حاجه على نفسك؟ انا مش بعيط علشان هتجوزك، بالعكس انا بعيط على حظي في الدنيا والموقف اللي انا فيه. يلا المأذون تحت. وفي الصاله قاعد المأذون ويزن وطارق وعم محمد وخديجه ومرام ورندا. نطق المأذون بجملته الشهيره، بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. قعدت تزغرد خديجه. طارق بهمس ليزن، مبروك يا صاحبي. مبروك ايه يا عم، ما انت عارف اللي فيها.
بارك لهم الجميع. ورجع طارق ومرام على بيتهم. يزن ساب رندا واقفة في الصالة وطلع أوضته. رندا واقفة لوحدها والدموع في عينيها. طلعت أوضتها وغيرت هدومها ونامت. تاني يوم في وسط شوارع البلد بيمشي كريم ومع رجالة وبيتكلم. عماد، سامي، وزعوا الرجالة في البلد، ده أقرب منطقة لينا، أكيد هتكون هنا، صورها معاكم، يلا شوفوا شغلكم. بدأ كريم ورجالته يدوروا على رندا ويسألوا كل أهل البلد. أصبحت البلد بأكملها بيتكلموا عن العروسة اللي هربانة من حفل زفافها. وفي القصر نزل يزن وكانت روايح الأكل بتملي القصر. مشى للمطبخ وقف على الباب. كانت رندا جهزة الفطار على سفرة المطبخ وبتمسح إيديها في الفوطة وبتتكلم بفرحة. أخيرا خلصت الأكل، ريحته جميلة، حد طلب منك أكل؟ خضتني يا يزن، مش تكح الأول؟ اتعودي، مفيش غيري أنا وإنتي هنا، وعم محمد وخديجة فين؟ عم محمد مسؤول عن البوابة القصر، وخديجة بتعمل أكل لما بطلب منها، غير كده هما بيكونوا في البيت اللي بره في الحديقة. وبيدخل عم محمد في الوقت ده وبيتكلم. رندا، كان في ناس في البلد بيدوروا عليكي، أكيد هيلاقوني. لا ما تقلقيش، محدش في البلد يعرفك، وهم سألوني وانا قلت لهم ما عرفكيش. كويس كده، رندا مش هتطلع من القصر حتى الحديقة. وانت يا عم محمد لو حد سألك تاني جاوب بنفس الرد، تمام؟ حاضر. وخرج عم محمد ويزن بيبص لرندا اللي كانت واقفة بخوف وبيقرب منها. رندا اهدي، ما تخافيش، اكيد محدش هيقرب لك وانت معايا، انا خارج. تمام، هكلم مرام تيجي تقعد معاكي. انت هتروح فين؟ مش هتفطر معايا؟ لا افطري، انا ما بفطرش. سابها وخرج. وفي بيت عيلة الصياد كريم قال، محدش في البلد شافها، تكوني رحت فين، انا مش هسيبها مهما تكون فين، هجيبها، مش هتكون ابني ولا اعرفك لو ما رجعتش ببنت عمك على البيت، انا خلاص مش عارف اودي وش فين من اهل البلد. وفي القصر واقف يزن لابس نظارته. طارق قال، انت متأكد من الخطوة دي؟ خلاص جه الوقت ولازم اظهر فيه. خرج يزن لأول مرة من زمن طويل، ركب العربية وطارق بيسوق. بعد شوية وقف العربية قدام شركة ياسمين لمستحضرات التجميل. نزل يزن ودخل الشركة وجنبه طارق. كل الموظفين وقفوا يتهمسوا بينهم. موظف قال، هو ده أكيد صاحب الشركة. أيوة أنا من يوم ما اشتغلت هنا أول مرة أشوفه، دايما طارق بيه هو اللي هنا. دخل يزن مكتبه وطارق قفل الباب ورا. يزن قال، الصفقة مضت؟ لا، مرضيش يمضي غير لما يشوف الشريك التاني في الشركة، يبقى يجي يقابلني لو شافني قبل ما الصفقة تتم. وفي القصر قعد رندا ومرام. رندا قالت، انتي وطارق متجوزين من زمان؟ من سنتين، ولسه ربنا ما رزقناش بطفل يسلينا، مستعجلة على ايه؟ انتوا لسه صغيرين. مرام بتقوم تفتح البلكونة. انا مش عارفة انتي ازاي قادرة تقعدي في الخنقة دي، علشان يزن بيتعصب قوي لو فتحتهم. انا عارفة بس يزن مش هنا، ففكيها شوية مش هيعرف. طلعت رندا معها البلكونة وبتتكلم. الله، المنظر هنا جميل قوي، حاولي تغيري الفكرة اللي عند يزن عن الستات. ليه؟ مش فاهمة. أنا عرفت من طارق سبب جوازكم، بس يزن عنده فكرة غلط عن الستات، وللأسف هو معمي بها، أكيد الناس مش زي بعضها. رندا سمعت صوت يزن، قفلت بسرعة البلكونة. مرام ورندا وقفوا في الصالة. دخل يزن وطارق. طارق قال، يلا يا مرام نمشي، احنا اقعدوا اتغدوا معانا. لا مرة تانية، عندي اجتماع زي ما قلت لك، هحاول امضي الصفقة النهاردة. مرام بتسلم على رندا وبتتكلم بهمس، زي ما اتفقنا لما تحتاجيني كلمنا على طول. خرج طارق ومرام. يزن طلع اوضته من غير كلام. رندا واقفة مترددة. طلعت ورا وخبطت على باب الأوضة. يزن فتح الباب وبيتكلم، في حاجة؟ ممكن تليفونك عامل مكالمة؟ طلع التليفون من جيبه قال لها، اتفضلي. بجد ألف شكر. رندا دخلت أوضتها ونسيت الباب مفتوح، كتبت الرقم وانتظرت الرد. رندا ردت وقالت، سيف، أنا رندا. رندا أنت فين؟ أنا قلقان عليكي من ساعة ما عرفت إنك هربتي من الفرح. أنا كويسة، ما تخافش عليا. وفي أوضة يزن غير هدومه واتجه لأوضة رندا علشان ياخد التليفون. وقف عند الباب لكنه كان مفتوح. دخل خطوات بسيطة وقف بصدمة ساعة ما سمع صوت رندا. يا حبيبي ما تقلقش، قلت لك إنها اتطلق، وبعدين أنا مالي بوش مشوه ولا لأ، أنا كده كده هتطلق، خلي بالك على نفسك. حاضر، أنا هبقى أكلمك تاني، باي. قفلت التليفون وبتلف وانصدمت بيزن اللي واقفه على وشه علامة الغضب. كنت بتكلمي مين؟ أنا كنت دي واحدة صاحبتي. واحدة برضو؟
تحب أسمعك تسجيل المكالمة وأعرفك واحدة ولا لأ؟ أنت مالك؟ أيوة أنا كنت بكلم واحد، عندك مانع ولا إيه؟ ولا أنت نسيت إن إحنا هنتطلق؟ ومين قالك إن إحنا هنتطلق؟ أنا بقى عجبتني اللعبة وهكمل فيها. لعبة؟ لعبة إيه؟ أنا مستحيل أكمل معاك علشان علشان إيه؟ علشان تروحي لحبيبك الجبان اللي ما قدرش يخرجك من بيت عمك ووافق إنك تتجوزي حد تاني. أنت فاكرة إن هفضل مستنيكي؟ أنتوا كلكم زي بعض، ستة تخينة. يزن انت بتقول ايه؟ انت فاهم غلط. يزن بيقرب منها وبيمسكها من شعرها وبيخرجها من الاوضه. يزن سيب شعري. يزن بيدخل اوضته وبيرميها على الارض وبيتكلم بغضب. انا بقى مش هطلقك، وانت مراتي وهتنامي معايا في نفس الاوضه. انا مش خاينه يا يزن، انت فاهم غلط صدقني. وربي لا ندمك على اليوم اللي انت دخلت فيه القصر. وبيخرج وبيقفل الباب ورا ورندا بتنام على الأرض وهي منكمشة في نفسها وبتعيط. وعندي يزن دخل أوضته الرياضية ولبس القفازات وفضل يضرب في كيس الرمل بغضب وهو بيفتكر ذكرياته الأليمة عن مرات أبوه. وبيحبس دموعه في عينه وفي مطعم فخم قاعد طارق ومرام على ترابيزة وقدامهم منال وعثمان. طارق بيتكلم، أظن لازم نمضي العقود، وأنا قلت لك هشوف شركك في الشغل، مش يمكن موافقش. لا احنا كده بنضيع وقت على الفاضي، يلا يا مرام. مرام وقفت ومسكت ايد طارق وهو بيمشي. بتتكلم منال بسرعة، استنى بس يا طارق بيه، احنا ما نقصدش كده، مالك متصربة على ايه؟ احنا لسه هنتكلم. رجع طارق مرة تانية، لا عثمان بيه مش عايز يخلص الشغل، وانا قلت قبل كده ان شريكي في الشغل مسافر وانا اللي ماسك الشغل كله هنا. خلاص نمضي العقود، احنا عارفين ان سمعة شركتكم سابقاكم. منال وعثمان قعدوا مضاع العقود انهم شركاء في الشغل. وتاني يوم في بيت عيلة الصياد واقف كريم قدام والده بيتكلم. واحد من رجالتنا شافها في القصر وبيقول انها كانت واقفة هي وبنت تانية في البلكونة. حلو قوي، لازم نخطط ازاي نرجعها هنا. ده انا لازم اعلمهم الادب، لان البواب قال لي انه ما يعرفهاش. وفي القصر صحيت رندا وكانت نايمة على الارض مكانها، بتقوم شافت يزن نايمة على السرير، بتدخل الحمام وبتغير هدومها وبتخرج، بتلاقي يزن كان صحى وبتعدي جنبه بتجاهل. ما تخرجش من الأوضة. انت بتقول ايه؟ يزن بيقفل الباب بالمفتاح وبيقرب منها. هو انت مش مراته برضه؟ راندا بخوفه بترجع لورا. انت عاوز مني ايه؟ يزن بيقرب منها وبتخبط في الحيطة، بيحط ايده على الحيطة وبيحصرها وبيهمس في ودنها. انا قلت لك اني بكره الستات الخاينين والكذابين، وانت واحدة منهم، ما فكرتش اني ممكن اقرب لك؟ هو بيسيبها ويمشي. راندا بعصبية، صوابك مش زي بعضها يا يزن، مش كل الستات خاينين. ايوه انتوا كلكم زي بعض، ومكلمه امبارح اكبر دليل انك زيهم. دخل يزن الحمام غير هدومه وخرج، وراندا كانت نزلت. نزل يزن ودخل المطبخ بعصبيه، هو انا كلامي مش بيتسمع. راندا واقفه بتجهز الفطار ومتجاهله يزن. يزن بيشدها من ايدها، اوعى سيب ايدي بتوجعني، انت رايح فين؟ طلع اوضته وزقها وقعت على السرير. راندا بتقوم تقعد، كل الناس لها ماضي وده مش سبب يخليك تكره الستات، واللي في وش ده مش سبب في حاجه اكتر من كده. انت في ايدك تعمل عمليه وترجع طبيعي جدا. لا انا مش هعملها، ولو تقدر ترجع ابويا على وش الدنيا تاني انا هرجع وشي زي الاول. انا عشت اسوأ ايامي في بيت عمي بعد موت ابويا وامي في حادثه، وعمي وامي بيذلوا فيا في الرايحه والجايه، ومراته كانت بتشغلني زي الخدمه في البيت، وكل ده ما تأثرتش ولا تعقدت من رجالة زي عمي وابنه. اوعى تحط نفسك في مكاني في يوم من الأيام، لأن حياتي غير حياتك خالص. أنا بحذرك لو خرجت من الأوضة لحد ما أرجع ولسه بينا كلام. قفل الباب وراه ونزل. راندا قاعدة على السرير بملل وبتتكلم، مش يزن. وبتقوم تفتح البلكونة وقعدت شوية ودخلت الأوضة، بتسمع صوت بيلفت انتباهها بصوت عالي. وعندي يزن في الشركة واقف في مكتب طارق قدام الشباك، لما يعرفوا الخبر هينصدموا بشكل، لو انت صادق لما يشوفوك، بس دي صدمة لوحدها. انا همشي دلوقتي ونتقابل بالليل. خرج يزن وركب عربيته، وبعد شوية كان وصل عند القصر ونزل من العربية، واستغرب لما ملقاش عم محمد على البوابة. دخل القصر وبينصدم بواحد مصوب مسدسه على يزن، والتاني ماسك راندا من ايدها، وعم محمد قاعد مربوط على الكرسي. كريم قاعد على كرسي وحاطط رجل على رجل وبيتكلم، اهلا بالوحش المستخبي من الناس. يزن بيضرب الراجل اللي كان ماسك المسدس، لكن الكترة تغلب الشجاعة. الاتنين بيضربوا يزن وبيقع على الارض، وبيقعدوا على ركبته على الارض. كريم بيقوم من على الكرسي وبيتكلم،
أنا جاي أخد بنت عمي وهمشي من غير ضرب ووجع دماغ. وبيشد رندا من دراها وهي بصت لي ذنب ترج ودموع. قبل ما يخرج كريم كان طارق دخل وحصل مشاجرة بينهم وبين كريم، ويزن كمان ضرب رجالة كريم كلهم وقعوا على الأرض، ويزن بيمسك رندا وبيوقفها ورا ظهره وهي بتمسك فيه بخوف. طارق بيضرب كريم وهو بيمسكه في ايده وبيتكلم: انت غبيلة، دي مراتي، انت عايز تاخدها، يلا مع السلامة. مراتك؟ مراتك ازاي؟ انت عملتي كده يا رندا؟ انت كلامك معايا ملكش دعوة برندا. طارق ضرب كريم على راسه بيقع يفقد الوعي. دخلت خديجة بسرعة بتفك عم محمد. طارق وعم محمد بيشيلوا كريم وبيحطوه في العربية. أما في بيت حسن الصياد بيقع كريم من العربية وبيلاحظ الناس في الشارع وبيدخلوا بيت والده. وفي القصر يزن بيقرب منها وبيتكلم: اهدي بس، ما حصلش حاجة، مش هيرجع تاني. لا هو مش هيسكت، استحالة يقدر يعمل لك حاجة وانا موجود، اهدي بقى وما تعيطيش. دخل طارق القصر ويزن بيتكلم: انت جيت قدرا ولا في حاجة؟ انا لسه سايبك من شوية يا طارق. انا اللي كلمت طارق بيه، كنت في السوق ولما رجعت شفتهم من الشباك ربطن بابا، كلمت طارق بيه على طول. انا متشكر بجد يا خديجة واسف على اللي حصل لك يا عم محمد، انت في مقام ابويا وانت اللي وقفت جنبه على طول، ما كانش ينفع يحصل لك ده، انت اللي انقذتني من الموت زمان. انت لسه قايل زي ابوك يبقى ما تعتذرش، وبعدين هم خلاص خدوا اللي فيه النصيب ومش هيرجعوا تاني. وفي المساء طارق بيكلم يزن في التليفون: مش هتصدق، عرفت ان النهاردة ان عثمان قتل منال علشان ياخد الفلوس كلها، وقعت في شر اعمالها، كان لازم اشوفها قبل ما تموت واخد حقي منها بايدي. خد التقيلة بقى، عثمان جات له جلطة وفي العناية المشددة لما عرف ان الصفقة اللي حط فيها فلوسه كلها طلعت وهمية، يعني فلوس ابوك رجعت لك. انا كده حسيت ان انتقامي تم وخدت حق مرات ابويا. قفل التليفون وطلع اوضته. كانت رندا قاعدة على الكنبة ويزن مش بيكلمها. رندا وقفت قدامه وبتتكلم: انت لسه عند اتفاقك معايا مع انك مش مستفاد حاجة، بالعكس انا عملت لك مشاكل كتير، انا النهاردة مبسوط، ابعدي عني احسن. انت بتعاقبني على حاجة انت اصلا فاهمها غلط، انت بتكلمي واحد وانت متجوزة، لا وكمان بتكذب عليا وبتقولي صاحبتك. والله ده اخويا، انت فاهم غلط. يعني ايه اخوك؟ قصدي ان اخويا في الرضاعة هو ابن خالتي. مش هصدقك، انا ما عنديش ثقه فيك اصلا. يزن انا ايه بالنسبه لك؟ ولا حاجه، للاسف انا كان عندي امل اكبر من كده. خرجت ونزلت على الجنينه وهي بتجري، نزل يزن وراها ومسك ايدها وبيتكلم: رندا استني، رندا انا اسف، انت قلت ايه؟ انا محتاجك قوي واسف على معاملتي ليكي. يعني انت كمان؟ ايوه انا كمان بحبك، بس كنت خايف لا ترفضيني وموافقه اعمل العمليه وهترجع طبيعي جدا كمان. وبعد كم شهر رجع يزن ورندا من فرنسا، ويزن عمل العملية في وشه، وكان طارق ومرام في انتظارهم في المطار وسلموا على بعض. رندا قالت: مبروك الكرش يا مرام، عقبالك لما اشوفك بالكرش انت كمان، هو اشمت فيكي. يزن بيحضن رندا بابتسامة: عقبالنا يا رب، يا رب يسمع منك ربنا. استوب لحد هنا، وبكده تكون خلصت حكايتنا، واستنوني في حكايات وروايات تانية كتير. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.